أصيب الفنان الشاب محمد إبراهيم يسري. نجل الفنان الراحل إبراهيم يسري بجلطة في القلب، حيث كتبت هنا إبراهيم يسري نجلة الفنان إبراهيم يسري منشورا عبر خاصية ستوري على صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام: ربنا سترها عليك يا حبيبي، حمد لله على سلامتك يا حبيب قلبي. وتابعت هنا: أرجوكم ادعوا لأخويا محمد يسري بالشفاء العاجل بعد إصابته بجلطة حادة في القلب. يذكر إن الفنان محمد إبراهيم يسري ينتظر طرح مسلسل وعد إبليس خلال الأيام القليلة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية. مسلسل وعد إبليس بطولة الفنان عمرو يوسف ونيلي كريم وفتحي عبد الوهاب وعائشة بن أحمد.